بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. الحقيقه احنا سعيده جدا بتفسير ايات القران الكريم مع فضيله الشيخ محمد ابو بكر، والنهارده احنا بنفسر سوره الليل، ووصلنا للجزء بتاع فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الى اخر السوره. انما انا عايزه النهارده اركز على فكره الشقي وسيجنبها لأتقى، النار يعني، فأنذرته نارا تلظى لا فأنذرتكم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فأنا عايز أركز على فكرة الشقي في الدنيا. هو الشقاء ده هو إيه؟ يعني دايما نقول الشقى ده اللي هو التعب، يعني الشغل، الشقى اللي هو إيه؟ الشقى ده اللي هو واحد فقير شقيان. هل ده المعنى الصح اللي واصل لنا؟ ولا الشقاء ده ممكن واحد يبقى غني قوي ومنعم ويبقى شقي في الدنيا؟ ما هو دي برضو محتاجين نعرف معناها مع المعاني الأخرى للآيات الكريمة. فضلت الشيخ، ازاي حضرتك؟ سلمك الله من كل سوء ومكروه، وحفظك والمشاهدين من كيد الأعادي، اللهم آمين. آمين يا رب، آمين يا رب. نبدأ. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة من رحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. اسمحي لي هقف الأول مع العطاء وانتقل بيك على طول للآية إلى الشقاء. وربنا سبحانه وتعالى لما قال فأما من أعطى واتقى، خدوا بالكم العطاء هنا مش المقصود بيه المال بس. ودي مشكلتنا، ان احنا بنحصر العطاء في المال وفقط. فعلا ازمتنا في حياتنا التي قطعت الارحام والتي غلقت البيوت ومنعت زيارة المرضى، اننا حصرنا العطاء في المال وفقط. في ان دعاء او محمد يحط ايده كده. ايوه. وخدوا بالكم يا سادة، مع احترامي للست دعاء، قالت احنا عايشين مع تفسير القرآن، احنا بنفسرش القرآن، احنا ما علينا الا ان نقف مع الآيات وقفات نحاول ان نفهم القرآن من خلال القرآن. ماشي. لان القرآن يفسر بعضه بعضا. فعشان كده لما تيجي تسأليني ايه دليلك ان العطاء بس مش فلوس مش ماديات، الكلام ده بتقوله ليه؟ فأما من أعطى واتقى. فأقول لك الآية مفسرة بآية تانية خالص. في سورة تانية خالص. ايه بقى؟ اسمعي بقى ربنا بيقول ايه. ومن قدر عليه رزقه. ومن قدر يعني ايه؟ ضيق عليه، جدع. فلينفق مما آتاه الله. ماشي. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. هفهم من الآية دي حاجتين جمال قوي يا ست دعاء. احنا ما بنتصدقش علشان احنا في كرب فربنا يكشف الكرب. امال ايه؟ احنا بنتصدق ونحن في الرخاء حتى لا يأتينا الكرب، ده الاصل. نحن نتصدق ونحن في الصحة حتى نتجنب المرض. نحن نتصدق والمال كثير حتى نتجنب قلته. فإذا نسينا هذا واضطررنا للصدقة في وقت الأزمة، يبقى دي قضية ماهيش الأصل، يبقى دي قضية تانية فرعية. طيب النقطة التانية، بس دي تعتبر مش قضية، دي تعتبر حل المشكلة، يعني داو مرضاكم بالصدقة. بس ماهيش الأصل. ماهيش الأصل. ما هو الأصل إن أنت تتصدق في وقت الرخاء
تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف على الله في الصحة يعرفك في المرض. تعرف على الله في الكثرة يعرفك في القلة. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل للتاني، فلينفق مما آتاه الله. قد يؤتيك الله لسانا، قد يؤتيك الله بسمة، قد يؤتيك الله تطيبا للخواطر، قد يؤتيك الله أشياء أخرى بعيدة عن المال خالص. فأنفق منها. فالمعلم لما يجي يقول لي والله يا عم الشيخ أنا ما عنديش القدرة إن أنا أطلع صدقة، أقول له أيوة بس أنت ربنا أعطاك مادة أنت ماهر فيها، تستطيع أن تجعل مما أعطاك الله إعطاء، مش كده ولا إيه؟ صح؟ صح. وهناك أنواع كثيرة جدا، حتى ست البيت الطيبة اللي في البيت اللي لا تملك إلا قوت اليوم ممكن لقمة صغيرة ولو لحيوان أعزكم الله. فلينفق مما آتاه الله. خلي بالك بس لغاية دلوقتي انت ما قلتليش الدليل ان العطاء العطاء مش بس مادي. ما قلتلك اهو ومن قدر عليه رزقه. بس آتاه الله ده حاجة آتاه من من النعم. لا من كافة النعم جدعة. جميل، من كافة النعم. يبقى العطاء ما هو بيقول ومن قدر عليه رزقه ضيق، هيطلع منين؟ معهوش. يبقى فلينفق مما آتاه الله بغير هذا الرزق. نروح بقى للقضية اللي حضرتك أثرتيها ودايما الشقاء. حضرتك كده بتفاجئيني وانا على باب الاستوديو. احلى حاجة فيك نشوف مش على طول امتحنك. طيب الشقاء، الشقاء مفهوم اخروي وليس مفهوم دنيوي. الشقاء مفهوم ايه؟ اخروي وليس مفهوم دنيوي. ولكن سبحان الله العظيم الشقاء والسعادة مع أنهما مفهومان متعلقان بالآخرة إلا أنهما يبدأان معنا من الدنيا. خلاص؟ ما تصعبهاش علي. حاضر أفك الفلسفة اللي بقولها. صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الشقي والسعيد من المنظور القرآني في الآخرة، ما هوش في الدنيا. يعني الآيات اللي جت فيها الشقي ده شقي في الآخرة وليس في الدنيا. أما ربنا في سورة هود بيقول كده فمنهم شقي وسعيد. دول في الآخرة. فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة. يبقى أدي الشقاء والسعادة من منظور القرآن. ماشي خلاص. لكن الإنسان يبدأ حياة الشقاء منذ بلوغه وتكليفه، أو حياة السعادة منذ بلوغه وتكليفه. بما يقدم عليه في دنياه من عمل، وبما يقدم عليه في دنياه من سعي، وبما يقدم عليه في دنياه من اجتهاد. خلي بالك إن طريق الشقاء وطريق السعادة يحتاج إلى سهر وتعب واجتهاد الاثنين. فصاحب الجنة يحتاج إلى سهر، وصاحب النار يحتاج إلى سهر، وشتان ما بين سهر وسهر. وده سهران وده سهران. خلي بالك ده سهران قائم أما أناش فيه، وده سهران وده بيتعب، وده والله بيتعب بس انت مش دريانة. أي والله. وده بينفق مال وده بينفق مال، وده بيعمل فكر وده بيعمل فكر. ولذلك بقول بقى لكل أمهاتنا احذري، وكذا الأباء، ان انت تقول على ابنك شقي. بنقول على طول لا، ما هو الشقي ده هو المطرود من رحمة الله. ده الشقي هو نقول عليه منين؟ من رحمة الله. ولذلك إيه ابني او ابنك لما تيجي ام تقول شقي او لا، نشيط ان شاء الله مش شقي، هو سعيد ان شاء الله. ما هو الشقي ده شقي وشقاوة، وده احنا بنقولها على طول. عايزين نبطل الفاظ ملعون شقي شيطان. خدوا بالكم الالفاظ دي صعبة جدا. ما ينفعش ان احنا نقولها على اولادنا خالص. ابدا. ليه بقى؟ لأن الألفاظ دي وكأنها دعاء من الإنسان عليه بهذا الأمر. خدي بالك. طيب نيجي بقى نشوف مين الشقي في الدنيا ومين السعيد في الدنيا. الأمر لا ليه علاقة لا بعربية ولا بفلوس ولا بفيلا ولا أبدا خالص، لأن الشقاء والسعادة شيء يورثه الله في القلب ويسكنه النفس. الناس مش هتقتنع. أو
الناس مش هتقتنع. لا هتقول لك انت ما انت انت غرمان حق التلفزيون وعندك صح. عربيتك ومعك صح. فلوسك صح. كلام حلو جدا جدا جدا. انما من ذاق عرف ومن اقترب من الناس فهم. خد بالك هو ايه الشقاء وايه السعاده. ايوه. ودائما اقول هذا الكلام. انا كنت امام بسيط في احد المساجد وكان بجواري في بداية حياتي أحد رجال الأعمال وأقسم بالله على صدق هذا الكلام. فكان رجل ما شاء الله يعني ميسر ومبسوط، ولكن كان يجي ساعة الأكل أنا كنت باكل زي ما أنا عايز براحتي، وأنا يعني كنت أكيل أكيل يعني، وكان باين عليك ساعتها كنت أكيل أكيل. وبعدين هو يعني يدوبك يقول لك اصل ما ينفعش، اصل الدكتور، اصل مش عارف ايه، اصل ايه، وانا معدتي، وانا مش عارف ايه، وياخد 3 4 5 6 برشامات في الاكل. فانا اقول انا بيزيح العين عنه يعني علشان العربيه اخر موديل، وعشان وعلشان 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 وعلشان، وطبعا ده في قلبي ولا انطق به بلساني، بس بتعجب ان خلاص بتعمل قدامي كده وانت من ورايا بتاكل اكل. فدارت الايام وأنعم الله علي بما أنعم عليه في هذا وذاك. خدي بالك بقى في هذا وذاك. فصرت في هذا وصرت في ذاك. صح. في نعمة الرزق هنقول عليها نقمة عدم. لا 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 في أنا قلت لك أنعم الله علي بهذا وذاك. وذاك عشان الناس بس تفهم إنه أنت أنعم الله علي بالرزق وأنعم الله علي بالأدب اللي هو المرض. معايا كده. ويمكن لما جاء النزول المفاجئ كل الناس تقول لك اصل مش عارف سافر فين، اصل عملوا له عمليه ايه، اصل، ولما اقسم لحد ما يصدقش لحد ما يجوا يسالوا في بيتي يقول والله لا سافر ولا عمل ولا احنا حتى درينا بشيء خالص. فسبحان الله العظيم. فتيجي النهارده تتامل وتقول ايه، ما اعطى شيئا الا سلب اشياء. طيب لما تيجي تقعد مع ناس كتير اقول لك حاجه، احكي لك قصه. أحكيلي. رحت زرت واحده ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر في بيتها، فقعدت تفرجني البيت، فقعدنا نتمشى في البيت حاجه بتاعت ساعه، قلت لها انا تعبت ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، كل اوضه بالليفنج بالمش عارفه ايه بالبلكونات، قلت لها تعبت في تاني لسه في تاني مهم يعني. وخلصنا وقعدت تحكي على مش عارفه مين عنده كانسر وبنته عندها ايه وابنه عنده ايه وبيسافر يعالج ابنه في امريكا، هي مش عارفه حصل طلاق ايه وجوزها عمل ايه ومشاكل ايه. انا كم الحكايات اللي حكيتها اغمت النفس. انا مش عارفه هم مستحملين ده ازاي ولا الشقاء. خلي بالك لان خدي بالك ممكن هم راضيين وبيقول لك الحمد لله. ممكن واحد بس حد شايف الدنيا لكن هو ما حدش نظره. وانا اقول لك بقى في نفس المسجد ده، انا كان اجازتي يوم السبت خلاص كده، كان عندنا حاجه السبت دي قافله، فما كنتش بنزل السبت الا المغرب. فلقيت الراجل بيتصل بيا مره، تعالى يا شيخ محمد في كارثه في المسجد. فنزلت جري ورحت جري، فدخلت فوصلت حوالي الساعه 2، ما كانش لسه العصر اذن. ايوه حجي ايه الكسره الكارثه، والله زي ما بحكي لك كده ايه الكارثه. فدخلت فتح للمسجد قال لي بص، فانا باصص المكنسه محطوطه والعامل نايم معايا كده وبيشخر، والشخيره اللي ما تعجبوش يجيب احسن منها اقسم بالله. فقلت له اعمل حاجه فيها ان المكنسه وفوزي اهو بيشخر، كان اسمه فوزي معايا كده. فقال لي انا عايز اعرف، والله جابني من بيتي عشان كده، ده من بعد الظهر دخلت 4 مرات هو على الحال ده ما قلقش، وانا ما بعرفش انام 5 دقايق بالليل بتحايل على النوم بيجي. قلت له بس ما هو ده عطاء الله. عطاء الله ان اعطاك ما تخاف عليه فظللت سهرانا طول الليل تحرسه، وعطاء الله له ان اراح باله وانامه. عطاء الله لبعض الناس حتى في الاولاد، تلاقي كل عيل قاعد ربنا مديله اللي هو عايزه
فكل واحد في اوضته بيتعشى لوحده، ما بيكلمش ابوه، ما يعرفش حاجه عن ابوه ولا امه معاه. وعطاء الله لذلك المسكين اللي عنده فرخه واحده في الاسبوع بيتجمعوا كلهم عليها ويتخطفوها ويتندروا بتلك الليالي فيما بعد. فعشان كده لا الشقاء ولا السعاده ليهم علاقه ابدا بالمال، انما الشقاء والسعاده ليهم علاقه بالعمل وبالرضا. ولذلك لا تجد القران بقى مش أنا. لا تجد بارا بوالديه شقي ابدا. اديني بقى اديني بقى الهدايا. شوفي بقى مين اللي ما يبقاش شقي في الدنيا؟ اللي يبر ابوه وامه في حالات لا يجتمع معها الشقاء في القران ابدا. زي ايه؟ زي ايه؟ وبرا بوالديه، ركزي، وبعدين قولي وبرا بوالدتي، وبعدين قولي ولم يكن جبارا عصيا، وهناك يقول ولم يجعلني جبارا شقيا. يبقى لا تجد بارا بوالديه شقي ابدا، ولا تجد حاملا للقران الشقي ابدا. فلا يجتمع البر مع حملة القران ولا مع البر بالوالدين. بس حامل القران بمعنى ايه؟ كويس. اولا بس انا عشان هقف معاك الوقفه دي، ايه اللي انت عايزه تقوليه؟ قوليه وانا مش هصدق. يعني في للاسف الراجل اللي كان بيحفظ القران ده في المسجد وخد طيب. سجن وتحرش بالبنت. وانا عايز اوصل لحضرتك نقطه، ده مش حامل قران طيب. مع انه كان بيحفظ القران. معلش هي في نقطه احنا عايزين نفهمها صح، وافهمها لي من غير ما نزعل، مش هزعل ومن غير عواطف. انا بقول لك لحضرتك ولا المشاهدين، ماشي، احنا ليه في البداية بنغلط وبعدين نلوم الناس؟ يعني بداية يا سادة، ايا كان العالم او الشيخ او حامل القرآن او حافظ صحيح البخاري ومسلم او شيخ الامة، بشر صح، يصيب ويخطئ صح. الاسلام حطينا ضوابط يا ست دعاء، الضوابط دي للأسف نحن لا نطبقها الا على الشيخ محمد ابو بكر ودعاء فاروق بس. او والله بكلمك بصدق، دي حقيقه. ليه بقى؟ انت حضرتك لما تيجي تتابعي الحلقه وتعليقاتها فتلاقي يقول لك شوف قاعد مع المذيعه لوحديهم في الاستوديو وينظر اليها وتنظر اليه معايا كده. طيب انت ما انت شايف الاستوديو مساحته قد ايه اولا، وما انت شايف كام واحد ورا الكاميرا، مش كده ولا ايه؟ وانا افتكر في مره من المرات كان بقالي سنتين مع دعاء فاروق، وبعدين مره سالتها سؤال مفاجئ فعملت كده وقلت لها لون عيني ايه؟ فهم؟ قالت ما اعرفش. وقعدت تفكر وتسال منى يوميها عسلي ولا بني ولا، قلت لها انت حرفه، قالت لي انا اقول لك لون عيني الشيخ اشرف الفيل، قلت لها ده معروفه خضراء وقمر وعسوله كده. لا لكن لا خدي بالك، وقلت لك على اساسها الفرق بين النظر والبصر. ايوه ساعتها كنا بنتكلم في حلقه النظر والبصر. ايه الفرق بين النظر والبصر والاستيعاب ومجرد النظر العام؟ ايوه خلي بالك، ما انا بقول لك ليه الكلام ده. طيب تعالي بقى الاخ الكريم، او هي اسمها غض الايه؟ البصر. غض البصر مش عشان بس تعرفوا الفرق. انه مش غض النظر. النظر ولذلك قال ايه؟ خدي بالك، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب ركزي بالراحة. يغضوا من أبصارهم، طب ما تشيليها وتحطي أنظارهم. ايه مجرد ان انا ببيع واشتري مع دعاء فاروق واقفه معاها بشتري موبايل، ايه اللي جاب الفرج هنا؟ انتوا ما فيش في دماغكم الا الجنس. صح. لكن لا، يغضوا من ابصارهم، انه لا حد مركز ده تعقلها واستوعبها وراى ما فيها من ايات جمال تكمن في قلبه وتثير شهوته فيتبع ذلك الفرج بقى هنا. علشان كده ربنا قرر، وعشان كده بعديها قال وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهم. انما انا بقول لك الكلام ده كله ليه؟ لما تيجي تروح للاخ الكريم دوت، ازاي بنتك دخلت للشيخ؟ اولا مفيش حاجة اسمها تسيب البنت بالشيخ لوحده. صح. لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن ولو كانت مريم بنت عمران وأنت يوسف الصديق. إيه رأيك في الكلام ده؟ خالص ماشي كده؟ أصل ده شيخ. أبدا مفيش الكلام ده خالص. مفيش الكلام ده خالص. لا سلم على الشيخ مع احترام الشديد ليه، ولا قبل الشيخ معايا كده، ولا الشيخ
فيه بركة، بركة في دعائه، بركة في كلامه، لكن مش بركة في إيده ولا بركة في الهدوم بتاعته ولا الكلام ده خالص. فلا بد أن ننظر لكل هؤلاء على أنهم بشر يصيبون. طيب إذا نرجع للنقطة اللي هي أنه ربنا سبحانه وتعالى يحمي الناس من الشقاء ببر الوالدين وبحمل القرآن. بقى حمله إزاي؟ حمل القرآن بقى كل إنسان منح ولو آية من القرآن الكريم ففيه الخير. منح يعني إيه؟ منح يعني حفظ. الله. ففيه الخير وله النجاة. حتى وإن كان من أهل الإساءة فإن الله سيتوب عليه يا رب. لأن خدي بالك ربنا ما اتكلم على أقسام حملة القرآن في القرآن الكريم قال إيه؟ خلي بالك ها، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. مين دول حملة القرآن؟ هم دول. أو والله ده في القرآن. أو والله ده في آية إيه؟ في سورة إيه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وجاب الثلاث أقسام. منهم ظالم لنفسه. منهم ظالم لنفسه. قال أهل العلم فالسابق سابق والمقتصد ناجي والظالم لنفسه مغفور له بأمر الله. خدي بالك الكلام ده مهم جدا. وده علمنا شيء للكل بقى. ايه هو؟ ان الانسان اذا كان على طاعة مهما كانت معصيته فاعلم ان الخير ما زال فيه. يعني ايه؟ يعني مثلا هديك مثال. انا شايف واحدة على مثلا وسائل التواصل الاجتماعي متبرجة من غير حجاب، مش كده، لابسة نص كم، لكنها بتدعو للخير. مثلا طلعة تقول والله عندي حالة كذا كذا يا جماعة، من يتبرع لها ومين، وتجيب الحالة وتعرضها وتروح المستشفى وتخلص الإجراءات. فيخش الشيخ محمد أبو بكر يقول لها إيه؟ بالله عليك كيف تنقذين روح إنسان وأنت متبرجة عاصي. حاسب أوف، أنت كده على طول دخلت في طريق. خدي بالك إحنا أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنت عملت إيه؟ أنت عكست. أنت قلت بتأمر بالمنكر وبتنهى عن المعروف. طيب ما أنت مين أدراك؟ حينما وضع الله في قلبها الشفقة أو الرحمة فإن الله سبحانه وتعالى فتح لها سبيل الخير لتعود إليه يوما. وقال الرجل الفضيل، الرجل معلش في عجالة، الرجل كان قطع طريق، سرق الفضيل بن عياض وقعد، فقعدوا الجماعة اللصوص كلهم يأكلوا، هو ما رضيش ياكل، فقال له طب تاكلش معاهم ليه؟ قال له صائم. قال له سبحان الله قاطع طريق انه تصوم. قال اتركوا لي مع الله بابا لعلي اعود منه يوما. يقول الفضيل وبعد سنتين ذهبت حاجا فوجدت رجلا متعلقا باستار الكعبه يبكي، فنظرت اليه فاذا هو قاطع الطريق، قلت كيف حالك؟ قال عدت من الباب الذي تركته مع الله. الله الله، لازم نسيب باب نتعلق به. نورتني يا فضيلة الشيخ. أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان، ورزقني وإياك والمشاهدين زيارة النبي العدنان. الحلقة الجاية إن شاء الله بقى سورة الضحى بإذن الله، عشان إحنا طولنا في سورة الليل كده. عندنا فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة المؤمنون آية رقم 60، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. دكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. أنا مش فاهمة، والذين يؤتون ما آتوا يعني إيه؟ يؤتون ما آتوا وهم خايفين وقلوبهم وجل. أنا بفهمك فهمي السطحي، بقول لك فهمي السطحي وحضرتك تشرح لنا. أنهم إلى ربهم راجعون، يعني إحنا يعني إيه يؤتون ما آتوا؟ اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفى. اتفقنا عشان نفهم أي آية لازم نجيب اللي قبلها واللي ما بعدها.
الآيات نزلت في بيان صفات المتقين اللي هم ليهم جزاء كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. بدايتها كانت إيه؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يبقى دي أول حاجة. بعد كده والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، ثلاثة والذين هم بربهم لا يشركون، بعد كده والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهنكمل. أول حاجة من صفات المتقين اللي هم ربنا مدحهم، أول حاجة التركيز على القلب. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني بيفكروا في اليوم اللي هيقفوا فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وخايفين من اليوم ده وبيعملوا له حساب. مش بس كده الايام واخداهم، احنا بنصحى ونقوم ونشوف مشاغل حياتنا ونروح هنا وهنا وهنا والايام بتضيع، لا، الناس اللي هم مركزين اللي ليهم نهايه كويسه، اول حاجه مركزين على القلب. القلب علاقته ايه بربنا سبحانه وتعالى؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن، كان بيتقال عنه ايه في القران؟ وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. يعني هو وصل للمنزله العاليه دي كلها عشان قلبه كان سليم. سليم يعني ايه؟ يعني متصل بالله سبحانه وتعالى، بيفكر في كل عمل هيقوم به، هل هو يرضي الله ولا هل العمل ده هيوجب العقاب بالنسبه له ولا ايه؟ فقلبه حاضر. طيب من صفات المتقين دول ايه؟ من صفاتهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. يسمعوا الايه من هنا يقعدوا يدوروا على معناها، ويقعدوا يفهموا هي جت ليه والمطلوب منهم ايه عشان ينفذوه. كمان هم بيركزوا على رضا ربنا سبحانه وتعالى. طب نيجي للناحيه العمليه، الناحيه العمليه بيعملوا ايه؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله. يعني إيه آتوا؟ يعني يعطوا، مش هم اللي ياخدوا، يؤتون. يعني هم يعني يعطوا، يؤتوا للناس، يدوا للناس، مش هم اللي ياخدوا. وقلوبهم وجلة. وجلة يعني ايه؟ يعني حاجة اسمها بين الخوف والرجاء، يعني بيدي وهو الآن يا رب اقبلها. يعني هو بيعمل صالح والآن بالك اللي ناسي المفروض يبقى حاله ازاي. فهنا وقلوبهم وجلة. شوفي بقى اللي عايزين نركز عليه، اللي دايما الانسان يبص لنهايات العمل، ويمكن ده من الدروس المستفادة اللي طلعنا بيها من معنى الآيات النهاردة. نفكر دايما في نهايات العمل والجزاء. يعني انا مثلا رايح المشوار ده هستفيد منه ايه؟ انا رايح اقوم بالعمل ده، يا ترى ايه النتيجه اللي هتعود عليا؟ هو تضيع وقته وخلاص ولا انا في استفاده هستفيدها؟ يبقى دايما اركز على نهايات الاعمال. دايما اطلب من ربنا سبحانه وتعالى قبول العمل. يعني سيدنا ابراهيم خليل الرحمن كان هو وسيدنا اسماعيل بيرفعوا القواعد من البيت، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا. يعني كانوا بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى بالقبول، خايفين العمل ده يكونوا بيعملوه مش مقبول. وهو منزلته ايه؟ سيدنا اسماعيل منزلته ايه؟ وكان العمل العظيم اللي هم بيعملوه مع ذلك خايفين. فيبقى احنا واجب علينا كل ما نيجي نعمل عمل، يعني ان شاء الله هصلي، ان شاء الله ان انا هستغفر، ان انا اساعد حد، اطلب من ربنا سبحانه وتعالى القبول. طيب الناس اللي هي بتساعد الغير، او ان هي بتفكر وهي بتعمل العمل الصالح ان قلوبهم وجلة، قلوبهم خايفة من عدم القبول. عارفة حضرتك يعني بين الخوف والرجاء، خايفة ان هي ما تقبلش، وعندها رجاء ان ربنا يتقبل منها ويكون ده عمل صالح حتى ولو قليل. بقيه الايات بتقول ايه؟ اولئك يسارعون في الخيرات. يبقى كلمه يسارع يعني مش بس هو بيعمل خير، مش مستني لما حد يفكره، ده هو اللي بيسارع، هو اللي بيجري عليها عشان يطلبها، وكانها منافسه بينه وبين غيره. انا هعمل الخير ولا انت اللي هتعمل الخير؟ وبعدين شوفي حضرتك هنا الخيرات ما جاش خير واحد، ده جه الخيرات. يعني هو عايز يبص الحته دي مثلا مساعده في تجهيز عروسه، الحته دي يتيم، الحته دي في بناء مستشفى، الحته دي في توصيل مياه. يبقى خيرات، ما استكفاش ببند واحد او بباب واحد، عشان هو عايز ياخد من جميع أبواب الخير الثواب. طيب الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ ولا نكلف نفسا إلا وسعها. والجملة دي فيها رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. فكرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أيوة. دي جت كذا مرة. أيوة. ذكرت أكثر من مرة في طبعًا. القرآن. أيوة. إيه الهدف؟ علشان يعني ربنا بيطلب مننا طلب وفي نفس الوقت
بيطمننا انه كل واحد على قد مقدرته ولا ايه؟ اول حاجة دي فيها طمأنينة للقلب وبيان رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ان مش مطلوب منك ان انت تموت نفسك يعني عشان تعمل حاجة، انت بتعمل على قد طاقتك، بس لازم تكون فعلا على قد طاقتك. يعني انت لا تحس ان انت كسلان او تستقل هذا العمل، لازم تعمل على قد طاقتك. فده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان ما دام هو بيعمل هو يعني بيدعو الله سبحانه وتعالى بالقبول. يبقى اول حاجة ان دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة تشجيع للانسان، لو واحد وحصل له اي حاجة في حياته اي موقف لازم يكون عنده ثقة ويفكر في قدراته ويفكر في التصرف يعمل ايه، ويعرف ان هو قدها، قد الموقف اللي اتحط فيه. ليه؟ لان ربنا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ربنا اداك قدرة على تحمل هذا الموقف وان انت هتعدي المحنة دي، بس انت خلي عندك رقم واحد ثقة في الله سبحانه وتعالى، تدعو الله، حسن الظن، كمان تقعد تفكر ان انا ازاي يعني اخرج من هذا الموقف. يبقى حاجتين، رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيقول للإنسان لا تستسلم، اتشجع، شوف انت ممكن تعمل ايه. طيب بعدها الآية بتقول ايه؟ ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. يعني يا ايها الانسان ركز، كل حاجة مكتوبة، كل حاجة هترجع لك. صحيح. الخير ولو قليل في نية وفي اخلاص سبحانه وتعالى، يعني إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وكمان يعني الآية بدأت بقلوبهم وجلة، وحيك كملتي لي الآية بفكرة إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تخافش، يعني هو خايف إنه ربنا راجع لربنا، بس ربنا مش هيكلفك، التكليف على قدر المقدرة. بالضبط. يعني في انا يقولك انا ايه ده تشريف وليس تكليف، واحيانا يقولك التكليف ده ممكن يبقى حاجه صعبه، يعني انه انا مكلف من اول ما الولاد بيبلغوا بيبقوا مكلفين بحاجات معينه، ولما نكبر ولما يبقى معانا فلوس نبقى مكلفين باننا نطلع الصدقه بتاعه الفلوس دي، بس في الاخر ربنا سبحانه وتعالى بيطمئن الجميع. يعني دايما بيختمها دايما سبحانه وتعالى بالتطمين اكتر من الخوف. يعني عارفه حضرتك من فوائد العبادات انها تربيه للنفس، مش مشقه على الانسان. يعني الواحد وهو بيصلي دي تربيه للنفس، ان انت تتعلم المواعيد وتتعلم ازاي تلتزم وازاي تكون في صله بينك وبين ربك. أيوة. لو انت في الصيام ده طبعا عشان الاراده وعشان الصبر، لو انت بتنفق ده اختبار لنفسك، هل انت هتنفذ امر ربنا سبحانه وتعالى وتتغلب على حب المال؟ يعني لما نشوف حاله زي اللي احنا شايفينها كده على الشاشه في تسقيف البيوت، هل انت هتختار تساعد الناس ولا هيجي في بالك ان لا ممكن اخاف من بكره؟ والايه الكريمه بتقول لنا الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا. ده رزق ساقه الله سبحانه وتعالى لكل حد بيشوفنا النهارده وبيشوف الحلقه دي وبيشوف البيت كان ازاي، البيت ازاي واحنا في الايام اللي احنا فيها دي السقعه والمطره وداخلين يعني على شتاء باين ان هو قوي. الناس اللي عايشه في البيوت اللي هي بالشكل ده، انا واجبي اعمل ايه؟ واجبي اعمل ايه عشان وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. انا لما ادخل دايره الخير ربنا سبحانه وتعالى هيعطيني الخير، اما على هيئه مال، اما على هيئه سعه في الرزق، اما على هيئه بركه، والبركه مهمه جدا. البركه دي يعني انا كان ممكن اكون داخل على مأزق وربنا سبحانه وتعالى يكفيني الشر، داخل على ان حاجه هتأذيني وربنا يبعد عني. بركه يعني ممكن يكون معانا قليل والقليل ده يكفيني، غير ان حد ممكن يكون معاه كتير وتبص حد يقول لك الفلوس بتتصرف وانا مش عارف هي بتتصرف ازاي، راحت فين؟ فالبركه بتيجي لما الانسان بيعمل الخير، البركه ده رزق. جميل. طيب يعني احنا شايفين مشاهد للبيوت اللي محتاجة تسقيف، ومحتاجة اعتقد كمان غير التسقيف بطاطين واساس على الاقل، يعني سرير يناموا عليه. فكرة انه الاسلاك الكهرباء وفي الطل كده مفتوحة كده، ده ممكن يعمل يعني يعمل حرائق ويعمل مخاطر. طبعا خطر مخاطر جدا، واكيد طبعا الحشرات العقارب والتعابين والجو ده كله. والناس دي الحقيقه ناس طيبين وناس يعني ما يستاهلوش
غير كل خير، اعتقد يستاهلوا احسن من كده بكتير. واعتقد انه بمجرد ما بنعرض المشاهد دي والصور دي والبيوت دي واصحاب البيوت دي، الناس بتتحرك فورا، وجمعية البر والطاقة بتبدأ على طول في يعني العمل لتسقيف البيوت دي وتلبية احتياجات الناس اللي فيها. عارفة حضرتك، هو أنا بأعطي على قدر إيه؟ أنا بأعطي على قدر اللي أنا شايف إن أنا كده بجيب الخير لنفسي. مرة كان في واحد اسمه الليث ابن سعد، ده كان إمام كبير وله يعني أعمال كبيرة جدا في العلم وفي أعمال الخير. فجت له سيدة وقالت له أنا ابني نفسه في العسل وهو مريض. فهو عمل إيه؟ قال للي بيشتغل عنده أعطيها مرط، يعني ده أكتر من 100 رطل من العسل. فالست كانت جايبه طبق صغير عشان تاخد فيه شويه عسل صغيرين، فاداها كتير جدا. فاللي بيشتغل ده الخادم قال له الست عايزه شويه صغيرين، ليه انت اديتها كل ده؟ قال له ايه بقى؟ قال له انت، هي طلبت على مقدرتها، لكن احنا اعطيناها على قدرنا. فكل واحد يشوف، انا لما اشوف حاله كده زي قدامي، الناس دي طلباتها مثلا ممكن تكون بسيطه، لكن انا ممكن ادي قد ايه؟ انا بدي ليه؟ هو ده المهم. انا بدي عشان الخير، بدي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، بدي عشان ده شكر النعمه. اصل الشكر مش بس ان انا اقول الحمد لله باللسان، الشكر ده يكون باللسان و بالفعل. مهم جدا ان انا اشكر بالفعل. انا عندي صحة، اعمل ايه؟ ازاي؟ ايه هو شكر الصحة؟ ان انا ساعد الناس. انا عندي مال، ايه هو الشكر؟ ان انا اعطي من هذا المال. فالشكر بس مش كلمات ولكن افعال الانسان بيقوم بيها. طيب عايزين ننوه على المستشفى. المستشفى موجودة في دمياط، قرية البصرطة، تبع جمعية البر والتقوى المصرية. يعني مستشفى شاملة، جامعة لدرجة ان هي عاملة عيادة كبيرة للأسنان، وبدأت بالفعل في علاج الأسنان، وبدأت في فتح العيادات. فكرة بقى ان انا احط صدقاتي ولا زكاتي في المستشفى، ايه الأولى؟ حضرتك الأولى أي فلوس معايا إن أنا أحطها في مكان فيه خير كبير زي ده، لأن حضرتك أولا ده يعني مساعدة للمريض، جبر خاطر للمريض المحتاج، كمان مساعدة لأهل المريض. يعني كلنا عارفين إن مش بس المريض اللي بيتألم، ده أهل المريض بيتألموا، وخصوصا لو كانوا بيروحوا مسافات بعيدة، ومثلا المريض بيبقى محجوز يوم أو اتنين، هم هيقعدوا فين؟ فكل الحاجات اللي احنا بنشوفها دي كلها مستشفى البر والتقوى بتساعد فيها. كمان في حضانات في المستشفى، كمان في عمليات في المستشفى. طيب أنا لما أساهم فيها ده خير كبير من كل الجوانب. يعني أخلي نيتي كده إن ده مساعدة للمريض، وده له أجر كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، ده جبر خاطر، ده فك كربة، وده تفريج هم، فهلاقي خير من كل ناحية. كمان ممكن المساعدة في المستشفى دي يكون فيها إنقاذ لحياة إنسان، لأن في حاجات ممكن الواحد يكون محتاج كيس دم، محتاج تنفس، محتاج أي حاجة زي كده تنقذ حياته. فأنا لما ساعد فيها ده خير كبير. دايما الواحد يفتكر لما هو بيجي يساعد حد، يفتكر إن الخير ده هيعود عليه أولا، لأن ما حدش بيطلب لنفسه خير أقل. كل الناس عايز الخير يجي والرزق يجي. طيب أنا اشتغلت إيه عشان الخير ده يجي؟ أنا عملت إيه؟ فعلى قد ما هعمل مع الإخلاص وإن أنا أدعي ربنا سبحانه وتعالى بالقبول، إن شاء الله أجد الثواب. فإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين. دي قبلها ايه وبعدها ايه الآية؟ دي قبلها حضرتك سيدنا إبراهيم عليه السلام كان في مناظرة مع الناس اللي هم المشركين، يعني كان بيقول لهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. يبقى أول حاجة هو ربنا هو اللي خلقني وهو اللي هيهديني ويسر لي سبيل حياتي. بص اللي جاي دي بقى، والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. شوفي بقى هنا الجمال في التعبير والجمال، وان احنا نفهم ايات القران الكريم. ما قالش امرضني، يعني شوفي قال يطعمني، قال يطعمني صحيح، ويسقين تمام، او ايه خلقني
يهدين. يعني يعني هو المرض مش من عند الله بس التقدم مع الله. شفتي بقى الجمال. شوفي حضرتك كمان عشان نتعلم واحنا بنقرا ايات القران الكريم نتعلم الملاحظه ونتعلم كمان. يعني ربنا سبحانه وتعالى يطعمنا ويخلق ويخلقنا لكن لما سيدنا ابراهيم قال عن المرض قال انا مرضت فهو يشفي. أيوة. تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. أيوة. مع انه كل شيء من عند الله سبحانه كل شيء وتعالى. من عند الله لكن تأدبا يعني حتى احنا نقول لما نيجي ندعي لنفسنا بالشفاء او ندعي لحبايبنا بالشفاء برضو يبقى في تأدب انه فكره ايه انه المرض من عند الله لكن الشفاء بقى يعني هو من عند الله. يعني بصي حضرتك ندعي نقول ايه الادب بقى بيكون فين؟ يعني ما اقولش حتى بيني وبين نفسي يا رب ليه كتبت عليا انا اللي يحصل لي كده او ليه انا اللي امرض او انا عملت ايه في دنيتي عشان يحصل لي كل ده. الكلام ده نفسه الناس بتقوله كده على طول. الكلام ده اللي الناس بتقوله ده غلط. ده شوفوا سيدنا ابراهيم مين سيدنا خليل الرحمن. شوف المنزله الكبيره ان هو قد ايه الادب مع الله سبحانه وتعالى. في الايات وفي اللي احنا قلناها دي احنا بس بنتعلم حاجه، بنتعلم ازاي نلاحظ ونفهم ايات القران الكريم. لما احنا ندخل ونقرا كده في المصحف الصفحه ما تعديش وانا مش عارفه انا قلت ايه. وكمان لما اجي اقراها كلمه كلمه احاول افهم معناها، اركز في الضمائر رايحه فين ونهايتها ايه. كل كلمه من كلمات القران الكريم انا هستفيد منها دروس كتيره جدا، بس اعمل ايه؟ اتدبر الايات. جميل. طيب اخيرا عايزين نقول الحديث الشريف اللي هو ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. يعني البخيل هيعود عليه بالتلف وبالخراب. بصي حضرتك اول حاجه نستفيدها من الحديث ان راس مالك الحقيقي في الدنيا والاداه اللي انت بتعيش فيها في الاختبار بتاع الحياه هو عمرك. عشان كده ما من يوم، يعني ده اللي احنا قلنا عليه ان كل انا يوم. ان انا ما اخليش الكلمات عارفه حضرتك تعدي عليا كده. لازم افهم يعني معناها ان اليوم له قيمه. ده الدقيقه ليها قيمه. ليه؟ لان الدقيقه الخير اللي انا بعمله دلوقتي او الحاجه السيئه اللي انا عملتها دلوقتي مستنياني. مستنياني النتيجه بتاعتها. يعني ما فيش حاجه هتضيع في ورقه حياتنا، كله مكتوب وكله الانسان هيتحاسب عليه. عشان كده قلنا من الدروس المستفاده بتاعه النهارده انظر للنهايات، انظر الى عواقب الامور. طب من ضمن الحاجات اللي انا لازم اراعيها في يومي هي ايه؟ هي انا ساعدت مين؟ ازاي ازود الخير اللي جاي لي ان انا اساعد الناس؟ فمنها الحديث اللي هينفق ربنا هيخلف عليه بقدر ما هو انفق. بس دايما نركز على النية والاخلاص ودعاء الله سبحانه وتعالى بالقبول. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سماح عزب استاذ التفسير وعلوم القران الكريم. احنا لسه معاكم على الهواء مباشره بعد الفاصل. أستاذ جراحة الأطفال وحديث الولادة بكلية طب الأزهر وجراحات التشوهات الخلقية في الأطفال. خلاص إحنا لازم نروح له عشان نطمن. مع دكتور أحمد الشامي حياة ولادكم هتتغير لأنه بيعالج كل التشوهات الخلقية زي الشفة الأرنبية وسقف الحلق المشقوق والتشوهات الخلقية لمجرى البول والتشوهات الخلقية للقولون والشرج وغيرها كتير. مستنيين ايه؟ كلموا المركز واحجزوا دوركم. للحجز والاستعلام اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. الحقيقه من اهم المواضيع اللي عملنا فيها الحمد لله توعيه كبيره جدا على مدار الشهور اللي فاتت هي المواضيع اللي تتعلق بالاطفال الصغيرين اللي عندهم تشوهات خلقيه في الاجهزه التناسليه. انا بيشرفني استاذ دكتور احمد الشامي استاذ جراحه الاطفال وحديث الولاده بكليه طب الازهر، عضو الجمعيه المصريه لجراحه الاطفال وعضو الجمعيه المصريه لجراحه المناظير. وعايزين يا دكتور النهارده نتكلم عن حاجه مهمه جدا لانه اي ام بتولد على طول الولد بيطهروه على طول. طبعا. فحضرتك قلت لي حاجه خطيره جدا، قلت لي لا ده في موانع للطهاره للصبيان، ودي الحقيقه اعتقد ان محتاجين فوكس عليها ونعمل عليها زوم كده عشان نفهم يعني ايه موانع للطهاره. احنا عارفين ان العيل اول ما يتولد لازم يتطهر على طول.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم ده القاعدة. وحضرتك أنا بقى بما يعني حضرتك أولا كجراح أطفال فبشوف حالات كوارث كبيرة جدا وللأسف حالات معقدة جدا، فببدأ من خلال الملاحظات اللي بشوفها بنطلع نقول يا جماعة خلي بالكم من 1 2 3. حضرتك أول حاجة بنفكر فيها موضوع الطهارة، طب نطهره أول يوم ولا نطهره على الأسبوع ولا نطهره على 40؟ الخناقة اللي بدون سبب أو اللي ملهاش أساس علمي، حضرتك دايما بنقول امتى نطهر البيبي؟ اولا خلينا في التوقيت نطهر البيبي في اي وقت من ساعة الولادة بكتبها كده ما لم يكن هناك مانع. ايه بقى المانع؟ المانع بقى ده خير اللهم اجعله خير. حاجات كتيرة جدا ممكن حضرتك تبقى ساعات بنوصل نقول انها تزقى كرايم تو يعني جريمة ان انت تعملي سيركمسيجن لطفل مولود النهاردة، جريمه انك تطهر طفل لو عنده ايه. لو عنده ايه حضرتك انا هقول قبل عنده ايه ده قبل ما اخش هوا مباشره تليفون ولد 45 يوم حضرتك الولد عنده فتق إربي وعنده مولود بيه مولود ظهر بعد اسبوع 10 ايام كلام ده راحوا طهروا الولد. الشاهد في الموضوع بيخص حلقتنا ان الولد باباه خده وراح عمل طهاره عند دكتور. حضرتك الطفل بيعيط بيحزق مش عامل طهارة يبقى فيه شوية ألم فأريد أن الطفل هيعيط. يعني إيه الطفل بيعيط؟ يعني بيحزق. يعني إيه حضرتك؟ داخل البطن الضغط داخل البطن بيرفع شوية بما أنه عنده فتاء جزء من الأمعاء دخل وزنق اتحشر أيا كان اتحبس بقى اسمه فتء مختنق. انا دخلت ابني في فتق مختنق انا كدكتور اطفال او دكتور نساء او انا دكتور طهرت الولد؟ لا الولد عنده فتق وعنده طهاره انا ما اروحش اطهر الولد. طب انا اعرف منين ان عنده فتق؟ ما حضرتك كأم اولا هتشوف ان في حاجه تورم كلكيعة تضخم حاجه بتكبر جنب العضو جنب العضو الذكري في الطفل ممكن تنزل الى الخصية ده تبان من أول يوم ولادة تبان تظهر ممكن يبان طبعا لو طفل مولود وخاصة بتبقى النسبة عالية شوية لو الطفل لسه اللي هم حديث الولادة أو طفل بيسميه بريتيرم اللي هو مولود قبل الميعاده أو الوزن بتاعه أقل من 2 كيلو نسبة كبيرة جدا منهم بيبقى معاه تشوهات خلقية وممكن أهمها أو مستقبل دي شغلانة طبيب الأطفال اللي بيشوف الطفل أول ما يتولد يا دكتور. يبقى يتفحص الطفل عنده فتاء ننبه على الأم ما تطهروش الولد الا لما نعمل الفتاء الاول او ممكن نعمل الاثنين مع أنا بعض بس عشان اقول لحضرتك بالراحه كده عشان الامهات تتابع معانا دلوقتي. انا لما كنت بخلف كان دكتور الاطفال يبقى واقف مستني البيبي كويس يخرج يفحصه على طول ممتاز فعلشان يقول لي لانه انا كأم انا لسه والده انا هعرف منين ابني عنده فتاء ولا اعرف كده فلازم دكتور اطفال يفحص الولد اول ما الولد يتولد مظبوط عشان يعرف اذا كان عنده فتاء ما عندوش فتاء ده مبدئيا يعني ده مبدئيا صح كده حضرتك ده ممتاز جدا بس هل كل الناس بتولد في مستشفيات والمستشفيات فيها دكتور اطفال او حتى ممرضه حضانه تستقبل الطفل؟ ما اعرفش بقى لا ما انا عشان بقول لحضرتك لا في ناس كتيره بتولد في اماكن ما فيش فيها دكتور اطفال بتولد في البيت بتولد عند دايه بتولد باي طريقه ما بيبقاش فيه اللي بيستقبل فالام التفل. بقى تفحص ابنها بايديها بايديها جنب العضو الذكري وبتبان والولد معيط حضرتك الولد مجرد انه بيعمل حمام بيحزق بيكح عنده الحته حاجه اللي تحت دي مثلا بتتنفخ جنب العضو كده بتتنفخ هتلاقي ناحيه كبيره وناحيه صغيره خصيه كبيره وخصيه صغيره ماشي حضرتك الاقي دي ساعتها يوقفوا موضوع الطهاره لغايه ما يروحوا الجراح الاقي الكيس نفسه كبير الكيس نفسه كبير كيس الصافن المكان اللي فيه الخصيه كبير قوي حضرتك انا ما عملش طهاره طيب هيبقى عضو دي حاجه من الموانع بتاعه الطهاره هنا هنخش إيه في حاجه اسمها عضو مدفون يجي العضو او صغر حجم العضو عندنا ده ممكن يبقى كارثه وكبيره جدا 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 والام مش عارفه حضرتك هو العضو مدفون بس الحجم بتاعه طبيعي
ولا العضو اكشوالي فعلا حجم العضو صغير ودي نقص هرمونات وده بيبان والولد لسه مولود ولسه مولود طبعا بيبان ان العضو صغير او كبير من وهو لسه مولود ولسه مولود بيبان طبعا لو طفل عندنا مشكله المشكله الكبيره بتقول لك ده لسه صغير وطفل هتعرف منين ما هو في مقاييس مثلا ولا ايه طبعا عندنا حاجه ستاندرد حجم الخصيه لها مقاييس الطفل لو مولود النهارده يبقى مقاييس الخصيه قدها كذا ما هو ده عايز طبيب يا دكتور طب ما هو عايز طبيب ما هو ده اللي احنا بننادي بيه حضرتك انت مجرد ان انت ام شكيتي في اي حاجه مش طبيعيه وليه نستنى لما نشك ده انا بقى الـ 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 المرحله الثانيه ليه ما نوديش الطفل وانس انه اتولد نوديه لجراح اطفال يبص عليه هيوفر عليه حاجات كتيره جدا حضرتك انا امبارح كنت في اسكندريه حضرتك الطفل جاي عنده سنه ونص وعنده احليل سفلي وريني البتاع ده بس قالت لي هو يعني الام من خلال الكلام مع حضرتك فهمت بس هو في مشكله يا دكتور قلت لها اوعي تقول الطاهر قالت لي وديناه لدكتور وطاهر طب دي جريمه انا بقول ودي جريمه حضرتك حليل سفلي يعني فتحه البول مش في مكانها من تحت من تحت بقى في نص العضو طب انا الجلده اللي موجوده البريبيوز او الجلده اللي موجوده اللي احنا بنرميها دي حضرتك عندنا تساوي كتير هقول لحضرتك يعني ايه هتخيل لحضرتك وجود ده هيوفر عليا ونسبه النجاح تبقى اعلى طب مش موجوده تخيل لحضرتك ان انا ممكن افتح الفم واخد جزء من الفم رائع عشان هو شال دي ودي انسجه غير انسجه العضو طبعا طب انا ممكن افتح البطن وافتح المثانه البوليه واخد منها رقعه الغشاء المبطن عشان اعمل يعني لو هي هتبقى عمليه بسيطه جدا هتبقى معقده جدا بعد كده جدا وما تقوليش بقى نسبه النجاح كام يا دكتور وطب هتعدي من اول مره لا حضرتك لا يعني ما تقوليش طب انا الاحليل السفلي دي اعرفها ازاي والواد لسه صغير بيلبس بتاع انا اعرف منين هو بيعمل قدام ولا بيعمل ورا يا دكتور حضرتك لاحظت اي حاجه برافو ما هو ده الاسئله أيوة. اللي انا بسالها من الام انا اعرف ازاي أنا عشان كده بنقول اولا نروح لدكتور جراحه الاطفال ثانيا لقيت حاجه غريبه بالنسبه لحضرتك العضو منحني العضو بيبقى بتاع الاطفال باين حاجه صغيره ماشي بس بتبقى مفروده طب حضرتك لقيت العضو منحني جامد الحته بقول لك طهاره ملايكه ايه طهاره الملايكه دي الجزء بتاع الطهاره ده من فوق غير مكتمل من تحت غير مكتمل من فوق موجود يقول لك اصل ده نص طهاره هو بس عاوزين نشيل الحته الصغيره دي مفيش حاجه كده ما يقول لك طهاره ملايكه مليون في الميه يا جماعه مفيش حاجه اسمها طهاره ملايكه ده فتحه البول بص عليها بقى مش في مكانها هتلاقيها مش في مكانها حضرتك كنت بتغيري الحفاضه لابنك تطلع على طول على جراح فورا على جراح اطفال يعمل ايه بقى الجراح هتعمل عملية عند 6 شهور أو 5 شهور بشرط يكون حجم العضو مناسب طب حجم العضو صغير حضرتك لان دي مشكلة تانية لا اصل حجم العضو صغير روح لما حجم العضو يكبر طب الولد كان عنده سنة وعنده سنتين وثلاث سنين وحجم العضو صغير خلاص احنا مش هنعمل له عملية لا يتعمل عملية يبقى قبلها بـ6 أسابيع من 4 إلى 6 أسابيع من شهر لشهر ونص في كريم بيستخدم لتكبير الاعضاء التناسليه في الاطفال الذكور الخصيه والعضو الذكري مجرد ان انا استخدمت الكريم ده وزمان كان هو حاليا موجود في السوق وكل حاجه بس هو مستورد فبيبقى غالي شويه في بعض الاشخاص او الناس طب والكريم ده يستخدم لغايه سن كبير يعني لو واحده دلوقتي من الامهات دلوقتي ما تعرفش خالص وابنها لغايه 16 سنه لغاية 16 سنة احنا ممكن نستخدم الكريم وبيعمل نتيجة يا دكتور وبيجيب نتيجة رائعة ووصلنا مع أساتذة كلية الصيدلة ان هم بيعملوه تركيبة لحضرتك الكريم المستورد ده حوالي 1800 جنيه و 1700 جنيه بس هي 1800 جنيه ولا حاجة حضرتك ممكن تقولي كده بس في امهات كتيره جدا تقول لا ده غالي جدا ما هو معلش ثواني بس اعمل عمليه ولا اجيب كريم يساعدني في ما هو ده مستقبل الولد مستقبل الولد ما هو البديل دلوقتي ان في الكريم ده متوفر عندنا وفي اماكن بس كتيرة يقال جداً. ان المستورد هو احسن يقال المستورد الماده الفعاله في الاثنين اللي هو هرمون التستوستيرون واحد بس حضرتك كشركه وكحاجه مستورده لها افكت احسن طبعا طيب. واحسن انه وجوده يجيب نتيجه وهو صغير اكتر من وهو كبير ولا عادي في الحال لا طبعا بيجيب نتائج كويسه لغايه 16 سنه وبنستخدمه قبل العمليه
لو حجم العضو صغير بنستخدمه من 4 إلى 6 أسابيع بيجيب نتائج خطيرة، ونعمل العملية. نعمل العملية على 6 شهور أحسن سن وأنسب سن إن احنا نبدأ العملية، لأن ساعات بنحتاج إن احنا نعملها على أكتر من مرحلة، مرحلة أو مرحلتين على حسب درجة الانحناء أو على حسب مكان فتحة البول موجودة فين. طيب خلينا نشوف الأول في نص الحلقة كده الزيارات بتاعت حضرتك عشان اللي عندها مشكلة تتوجه للأماكن دي. يوم الأحد 2 يناير حضرتك هتكون مستشفى الشرق الأوسط في سموحة إن شاء الله. مستشفى الشرق الأوسط في سموحة، بورسعيد في مستشفى إيه؟ مستشفى المعلمين في بورسعيد. مستشفى المعلمين في الخميس 30 ديسمبر. أسيوط مستشفى الرواد. مستشفى الرواد يوم الثلاث 28 ديسمبر. في الغردقة مستشفى النيل ده إن شاء الله. مستشفى النيل 6 يناير يوم الخميس في الغردقة. في قنا الجمعة ميدان سيدي عمر برج الرواد العيادة. في قنا الجمعة سوهاج مستشفى الرحاب الخميس ده، الخميس اللي جايين إن شاء الله. فين بقى في كل ده؟ ها؟ مقرك فين في لا كل ده؟ لا أنا في مصر الجديدة، المقر الرئيسي في مصر الجديدة. في المهندسين بس هم شكلهم ما جابوهوش. المنوفية الحد 26 ديسمبر. الحد 26 الحد اللي جاي إن شاء الله. تمام. مستشفى المعلمين. ادي المقر الرئيسي حضرتك مركز جراحه العظام شارع المرغني مصر الجديده، والمهندسين شارع المهندسين مهندسين مصر. شارع محي الدين ابو العز وكان نادي الصيد. وبتروح امتى طيب بيتكم؟ انا قاعد في البيت على طول. طيب نكمل قصه موانع. انه الموانع بتاعه الطهاره قلنا لو العضو صغير، لو في احليل سفلي، لو في فتق قربي، لو في ميه على الخصه كلى مائيه. نعرفها منين؟ حجم الكيس كبير جدا. يا اما فتاء يا اما ميه. حضرتك مش مطالبة ان انت تعرفي تفرقي بينهم اولا. حضرتك هتروح للدكتورة، ساعات بيتصل يقولك انا من مكان بعيد، طب قول لي بس، طب اعمل سونار، اعمل اشعة تلفزيونية على الكيس، هيقولك دي مية على الخصية، يبقى حضرتك مش هنطهر الولد دلوقتي. هيقول لحضرتك فتاء، هتجيني في نفس اليوم اعمل لحضرتك الفتاء وممكن نطهر الولد مع العملية. طب الولد عنده 28 يوم، طب الولد عنده كذا، لا حضرتك مفيش مشكلة بالسن، يتعمل سواء كان ناحية واحدة سواء كان ناحيتين، يتعمل كده يا جماعة الفتق الإربي. مش دلع أبدا موضوع أن أنا أودي الأول ما الولد يتولد أودي لدكتور أطفال يبص، ده مش دلع، مش دلع إطلاقا. هقول لحضرتك حاجة، احنا بننقذ العيال ممكن تبقى فيه مصيبة وننقذهم منها. حالا هخلص الهواء وطالع على المستشفى، انا عندي طفل عنده 4 شهور. مستشفى الاطفال التخصصي قدام النادي الاهلي كمان. حضرتك الطفل ده دكتور اطفال طهره بعد الولاده كادو. يعني عشان برضو نقول اللي لنا واللي علينا، الراجل طهره معرفه فطهره كادو. جهاز ده يا سيرمي، جهاز مكوى، جهاز كي اللي احنا بنقطع بيه في البطن والحاجات والانسجه في العمليات. مونوبولر حضرتك كومبليت غرغرينا اوفزي بينز رسم. يا ابني يا ابني غرغرينا كامله في العضو، هو قطع وحضرتك لف الشاشه 48 ساعه الشاشه وقعت بالعضو. الولد فورا حصل احتباس في البول، راح لدكتور الجراحه المتواجد جنبه، راح عنده احتباس في البول، راح مركب له قسطره في السوبرا بيبك يعني في بطنه في المثانه البوليه، ركب له قسطره وعمل له تحويل مسار للبول بالقسطره، الولد ماشي بالقسطره دلوقتي. النهارده عدى 4 شهور على الموضوع ده، استخدمنا الكريم اللي يكبر الجزء المتبقي باقي حوالي نص سنتي في العضو الذكري. سواء عضو ذكري سواء مجرى بول، لم يتبقى اكتر من نص سنتي. المطلوب منك بقى ان انت على مدار 3 4 5 سنين بمعدل كل سنه هنبدا هنعمل عمليات ما بقولش عمليه هنا، هعمل عمليات عشان تقدري تعملي له حاجه اشبه بالعضو، يقدر يعمل منها حمام ويقدر يمارس حياته الى حد ما بشكل الى حد ما طبيعي فيما بعد من زواج ومعاشره زوجيه وكلام من ده. فتخيلي ان حضرتك معموله طهاره بجهاز الدياسيرمي، حظه للاسف ما عادش حد بيعمل الكلام ده. يجي يقول لك طب انت احنا عندنا انواع كتيره جدا واجهزه كتيره جدا لموضوع الختان او طهاره الاطفال الذكور. طيب حضرتك بيبقى جاي عندي انحناء في العضو، في درجه التصاق ما بين العضو والكيس. حضرتك لو الموضوع ده كبير جدا، الموضوع عمره ما كان انك تقص وتجري. الناس
يقول لك ده احنا كلنا زمان كله بيقص ويجري كله بيقص ويجري. ما هو كله حضرتك لو احنا مش هنقول كله، لو انت كله بيقص ويجري نصهم بيرجع لنا وكله ونصهم بيرجع لنا بقى، وتقفي تقولي له انا هعمل كذا وعلى اكتر من مرحله وهيتعمل، هاخد جزء من الكيس ارفعه فوق عشان افصل، او هاخد فيلاب، او هاخد جزء من حوالين المنطقه بتاعه العضو عشان ارقع. حضرتك شال جلد كتير فبقى الجلد صغير فيشد على العضو، العضو لا ينمو النمو طبيعي، وتيجي الام الولد عنده 7-8 سنين وتقول لك ده اخوه اللي ما اطهرش العضو بتاعه اكبر من الولد اللي عنده 7 سنين. طب ما انت حضرتك طهرتيه غلط، او طهرتيه وحضرتك، انا كنت في الغردقه من اسبوعين، حضرتك طاهر شال حته صغيره جدا، مجرد ان هو شال حته صغيره جدا الجزء من الجلد ده لحم في الفتحه بتاعه مجرى البول. فهو متخيلين انك هتزق الجلدة ترجع، لا ده حصل التئام وحصل ادهيجن، التصاقات كاملة ما بين رأس العضو والجلد. للأسف كانت عملية كبيرة جدا جدا عشان تفصلي الجلد عن رأس العضو، كان الموضوع كبير جدا 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 للأسف. ربنا يشفي الجميع يا رب، ويعني ونتمنى ان الموضوع يكون واعى الستات الامهات اللي هم من طبعا الام، لان هي الام اولا واخيرا. طيب اخيرا عايزين نختم بالزيارات برضو نفكر الناس بيها قبل ما نختم حلقتنا. اسكندريه لحد 2 يناير قول لي مستشفى الشرق الاوسط، تمام. اللي بعده بورسعيد مستشفى ايه؟ مستشفى المعلمين في بورسعيد ان شاء الله الخميس 30 ديسمبر. اسيوط مستشفى الرواد، مستشفى الرواد 28 ديسمبر. الغردقه الخميس 6 يناير في مستشفى النيل ان شاء الله. قنا برج الرواد الجمعه 24 ديسمبر، تمام. سوهاج الخميس 23 ديسمبر ان شاء الله. الخميس اللي جاي ده مستشفى الرحاب ان شاء الله. المنوفيه يوم الاحد 26 ديسمبر في مستشفى العاصمه ان شاء الله. وحضرتك موجود طول الوقت في مرغني مصر الجديده والمهندسين محي الدين ابو العز ان شاء الله. شكرا يا دكتور. دكتور احمد الشامي استاذ جراحه الاطفال وحديث الولاده بكليه طب الازهر، منورني يا دكتور دايما، وربنا يكرمك على التوعيه اللي بنعملها. بشكركم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير في الحلقه القادمه باذن الله.